اوكي حبايب قلبي، اليوم الفيديو حلو كتير وفي ابداع. ابداع من مين يا جماعة؟ ابداع من بنت اسمها عفراء من المغرب. حبايب قلبي هالبنت جد جد انه حلو، يعني محتواها مختلف في التيك توك كليا. تمام، بصراحة يا جماعة بتضحك كتير برياكشن وشها بافكارها الحلوة اللي بتعملهم، وفي فيديوهات كتير ضاربة عندها وفي فيديوهات حلوة كتير 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 يا جماعة. انا شخصيا انا يا جماعة بشوف محتواها بيعجبني كتير محتواها. فهي عفراء من المغرب يا جماعة، قبل هالمرة عملت رد فعل عليها، في كتير مقاطع نازلة جديد إلها، وكمان يا جماعة الخير كتير طلبتوا مني أعمل عليها رد فعل جزء تاني. حبايب قلبي اليوم الفيديو عن عفراء البنت مغربية يا جماعة، محتواها جدا حلو، بحب محتواها. أنا عن نفسي بفوت هيك بتابع محتواها، بتابع هيك رياكشنات وشها يا جماعة، فظيعة البنت. تمام، فيا جماعة ما بدي أحرق عليكم كتير من الفيديو. قبل ما نبلش فيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة واكتبوا تحت في الكومنتات أنتوا إيش رأيكم بهالبنت. هالبنت مبدعة كتير يا جماعة، وكتير ناس بتحبها كمان. قبل ما نبلش فيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة، وإذا أنتم كنتم من جيش عفراء أو المغرب اثبتوا وجودكم بالكومنتات. بحبكم كتير، رح نبلش فيديو سوا. اوكي يا جماعة، بداية رح نشوف عفراء على لعبة الحبار شو عملت. شوفوا الوقفة عنده. قسما بالله ما كنت مركزة. ما نشوف هون شو عم تعمل. البنا لا تسولي وعلي تعولي. شو هاي يعني؟ عصير جيتوس. هاي شو اسمه بلغتها يعني يا جماعة؟ بلهجتها. اوكي. المكياج 90. مكياج التسعينات. اوكي. حتى الغنية التسعينات. ها اي والله صح صح صح، بيعملوها خط كان قبل مظبوط. معقول هيك يا جماعة؟ بسم الله. لا اخضر معقول. ايه الغمزة الغمازة. الغماز الشامي عفوا. شو هاي البودرة؟ لك والله جد ها نفسها نفسها. اتذكر يعني انا جماعة مواليدي 95 افريقيا يعني، فبتذكر يعني انا كنت ايام هيك كان يحطوا مكياج اتذكر. اوكي شوف هون هاي عمرة عفرة القوس اسود المغرب. تحياتي لأهل المغرب، نحبكم برشا برشا، نحبكم بزاف. بعرف برشا تونسية بزاف جزائرية، بس ما بعرف في كلمة مغربية نسيتها. بس اوكي نشوف هون. سعيد خير يا جاي. والله الارمي اذا راح على كوريا. امك ستحبني. اذا راحت المول مع ماما عجبني شيء. حبيها ورديها يلا. حبيها ورديها. يلا ما تكبري سوالفك. لا يلا حلوة حبيتيها حبيها ورديها يلا. صح. أنا مرتاحة وكتير مبسوطة. الحياة. يا أخ يا جماعة جد والله جد. الحياة ما تترك حدا مبسوط. النفسية النفسية المشاكل مستقبل. يا اخي والله البنت يا جماعة عليها افكار حلوة يعني، بتضحك كمان افكار. ما تولدنيش تتحت ايدي انتي، انا ما يولدنيش لازم تدخل الفيلا طوموبيل ونكون شي بلاد. ما تولدنيش تتحت ايدي انتي،
انا ما يهمنيش بنادم تدخل الفيلا طمو بعيد. اوكي فون ماذا هناك؟ ترند تركي عربي حلو. لما تكوني جالسة وتتذكري شو كان يقول لك الإكس. أيوة الله شوفوا لي الهوا أنتوا يا جماعة، دي أحلى شيء بحياتي. ما بهون علي زعلك. ما أتخلى عنك بحياتي. انت شوفوا لي الهوا، الهوا بطيرة الشعر غير شكل. لا غير يعني انه الاخت الصغيرة باختصار. حلو، ما تحترم حدا. مظبوط، تصور كل ثانية من حياتها. ايوه تأثر بمسلسلات. كل شوية تقوم ترقص، مزاجها كل يوم، كل شوية تجيب صاحباتها، تعرف كل اسرار البيت. والله مزبوط يا جماعه. فعندما تحشر انفه، ايه مزبوط تحشر انفه في كل شيء بتبغي تعرف السالفه. والله مزبوط كمان، صح صح صح. يا والله البلد غير شكل. اختصار يومي نايمه والنص الثاني داخل، مش حق انا على قيد الحياه ما ادري. اسئله تسالوني اياها كثير، نشوف شو يسالوا العالم. كم عمرك؟ 24. حلو، شو جنسيتك؟ مغربية. كم وزنك وطولك؟ ايش بتكون بوزنة وطولة؟ سؤال يعني. هلا لحظة يا جماعة، انتوا عم تتابعوا البنت، ايش بتكون بوزنة وطولة؟ يا يعني ايش ناس فضوليين كتير. 50 كيلو ومتر و70. احبكم. اوكي نشوف هون. مجتمعين انا واهلي بالصاله في امان الله. والله ان بر الامهات. ماما بفرج ترفع صوت وقتها. اجعل ابواب السماوات ما تغلق دون دعائك. والله ان بر الام. شوف هون. هذا المقطع شفته انا على فكره. اوكي نشوف هون. I love you. وبس فعلتها بك مرة أخرى. خبرني عنه، عمره 80 سنة، مليونير، لسه لديه أولاد، نبص جيدة. هاي الدنيا صارت يا جماعة، يجوزوا البنات بأعمار كبيرة. شو هاي؟ أيوة شوف. أغرب استعمال إزالة الحبوب. ماما ليمون بنت عمي. شو هذا؟ ها هذا بينحط على الاكل صح يا جماعه؟ صوص ولا اسمع نسيت شو اسمه بسرعه. اوكي اخي شو هذا؟ والله رسمت الشوارب بالدقه والله. اوكي حبايبي، مثل ما شفتوا شفنا فيديوهات عفراء بصراحه يا جماعه، بتحسوا فيديوهات البنت راحه نفسيه يا جماعه، يعني هيك فيها متعه، فيها ضحك وتسليه كثير والله. فحبايب قلبي انتم كمان اكتبوا لي رايكم بالفيديوهات اللي شفناهم، ان شاء الله هيك يكون عجبوكم. وحبايب قلبي اللي وصل معي لهون، لا تنسوا تحط لايك واشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس مشان يصلكم اشعار اول باول يا جماعه. وكمان يا جماعه اكتبوا لي ارائكم بالكومنتات عمين حابين نعمل رد فعل. فلهون يكون وصلنا لنهايه الفيديو، بحبكم كثير، كان معكم شادي، بشوفكم فيديو جديد، سلام.